ايه ده؟ الكمين ده جديد مش وقته خالص. مساء الخير. مساء الفل يا باشا. بطل العربية دي. بكم وزو كان في عز الصيف؟ انت عارف يا باشا بقى التكييف وكده. اه التكييف. انزل. شوف يا ابني العربية ام تكييف دي. افتح لي الشنطة. اعمل فيكوا ايه اكتر من البلد اللي انتوا فيه ده؟ امشوا من هنا ولو شفت حد فيكوا هنا تاني هحبسه. يعني نمشي يا باشا؟ يلا. بالنسبة طب قول ايه؟ لا ولا حاجة. ليلة غامة. غامة. بقول لك ايه يا سلمى؟ عايزه اطلب منك طلب بس ما تكسفينيش. اكسفك ازاي يا طنط؟ عايزه اعرفك بابن واحده صاحبتي. اشمعنى؟ يعني بيدور على العروسه. عروسه؟ حضرتك جايبالي عريس؟ اه جايبالك عريس، ما اجيبلكيش ليه؟ ده كريم جه اهو. اه هاي كريم. ازيك يا سلمى؟ ازيك؟ الحمد لله تمام. يلا تعالى اقعد معانا شويه. لا 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 سيبيه يروح يخلص مذاكرته. يلا من اول الشهر الدرس هيبقى مرتين في الاسبوع عشان نلحق الامتحانات بقى. حاضر يا حبيبي هعمل حسابي. ايه هتقابليه امتى؟ هو مين؟ وبعدين معاكي بقى طنط علشان خاطري بلاش الموضوع ده. لا مفيش حاجه اسمها بلاش، هتقابليه. يعني ما كانش عاجبك ان الامهات شغالين خطبه وجايبين لك عريس؟ انا بقى الخطبه بتاعتي عمتي شخصيا. على فكره هي ما بقتش حماتك، انت اتطلقتي، انت نسيتي ولا ايه؟ لا ما نسيتش، بس يعني هي في الاخر ام طارق. وبعدين فكره انها تجيب لي عريس دي مش مفهومه خالص. مش مفهومه ليه يا بنتي؟ عادي الست خايفه عليكي كانك بنتها. مش عارفه يمكن. كتر خيرها والله. المهم هتقابليه امتى؟ اقابله ايه يا مريم؟ ده انا خدت الخبر من هنا نزل عليا سهم الله. ومين قال ان احنا كبرنا ودي اخر فرصه بالنسبه لنا؟ ولو ما لحقناهاش هنقضي بقيه حياتنا لوحدنا. على فكره انا ما قلتش ان احنا كبرنا لان احنا اصلا ما بنكبرش. طيب قلتي ما بقيناش صغيرين، مش فارقه يعني واحد. المهم انجزي. ما تنجزي انت الاول. ما انا انجزت، عملت اللي عليا، اعمل ايه اكتر من كده؟ قبلي تاني. ما فعلا بفكر بجد. مش عايزه اكمل بقيه حياتي لوحدي. فرفورة حبيبتي. ياسمين انا اسف جدا اني خبيت عليك الحقيقه. انا كمان اسفه يا حاتم، كان نفسي اقدر اتعامل مع فكره ان انت كنت مدمن بس مش هقدر. خد بالك من نفسك. بابي هيبعت حد بالليل ياخد الشنط. باي باي.
هتشوف مين؟ ده بابي. مساء الخير. مساء النور. انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا لسه، بس كانت هتنام. وحشتني فريده، كنت عايز العب معاها شويه. طب العب معاها شويه بس ما تصحصحهاش. ماشي ماشي. عايزة زرافة؟ طيب حاول تنيمه. ماشي. أنا هعمل لك حاجة تشرب. ماشي. هاتي. ازيك يا فريدة؟ عاملة إيه يا فريدة؟ ازيك يا فريدة؟ قولي لي بقى، لا حصل ايه مع فريده من ساعه ما شفتها اخر مره؟ بيقولي ماما كأني عملت حاجة غلط، مش عارفة أساساً أقوله ولا ما أقولوش. عامل الاتنين إزاي يعني؟ إيه شغل المجانين ده؟ بقولك إيه، أنا ماليش في شغل النسوان. أنا هقوله وخلاص، هقوله وخلاص يا سنة، اللي يحصل يحصل بقى. ولا أقولك لأ، مش هقوله حاجة، مش وقته دلوقتي. هبقوله مرة جاية، هتعامل عادي كأن مفيش حاجة. طب خلاص اقفلي اقفلي، هكلمك بعدين. حاتم. أنا جالي عريس. نعم؟ جالي عريس. جالك منين؟ من حضانة فريدة. مدرس؟ وافقتي؟ لسه بفكر. ياسمين عاملة ايه؟ الحمد لله. سلمى غلاوتها من غلاوة ولادي. دي البنت اللي طلعت بيها من الدنيا، ولو ما كنتوش انتوا الاتنين تربيتي ما كنتش قعدتكم القعدة دي ابدا. عشان انا تربيتي كطنط جيت جري، مع انك عارفاني كويس انا ماليش في جو الصالونات ده يعني. ولا سلمى ليها. الصراحة دي اول مرة في حياتي اقعد قعدة زي دي، وعمري ما تخيلت اني ممكن هقعدها يعني. موقف محرج قوي. انا عارف ان الموقف محرج حبتين، يعني طنط جايبه عريس لطليقه ابنها لا 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 لا، هي مش طليقه ابني،
طارق هو اللي طليق بنتي. على فكرة أنا كنت طول الوقت بدعي لها يا إما ربنا يهديه لها يا إما تخلص منه بالمعروف. المهم إحنا مش عايزين نضيع وقت، أنتوا مش صغيرين عشان نقضيها مقدمات ومجاملات وكلام من ده، إحنا هندخل دغري على طول. إيهاب راجل مسؤول وشاطر قوي في شغله، ملوش في الشرب ولا في أي حاجة من الحاجات دي، حتى السجاير ما بيدخنهاش. أرمل ونفسه يبقى أب. سلمى ست الستات، مطلقة ونفسها تبقى أب. أنا كده خلصت مهمتي، أسيبكوا بقى تصطفوا مع بعض. سلام. سلام يا طنط. يعني بصراحة طنط دي ما سابتلناش حاجة نقولها. طيب يعني مش عايزة تعرفي عني أي حاجة؟ بصراحة أنا مش عارفة المواقف دي بيتقال فيها إيه. بصراحة أنا حاسس إن في قبول يعني. هو بصراحة مز بس دماغه فاضية شوية. هو اللي قبليه يعني كان دماغه مليان. وعشان كده أنا مش عاوزة أعمل نفس الغلطة مرتين. جايز يكون عندك حق، مش عارفة. هو موجود هنا؟ لا لسه ما جاش. طب بقول لك إيه؟ لما يجي بقى عرفيني عليه. بس أنا يعني عندي نظرة في الرجالة. أنت تسكتي خالص. ما أسكت بقى، ما تتكلميش ولا كلمة. بس هعرفك عليه حاضر. بس انا مش عارفه اساسا اكمل في موضوع احمد ده ولا لا. ليه؟ طلعت دماغه فاضيه هو كمان؟ لا بالعكس، دماغه عجباني جدا. بس لما حاتم جالي امبارح بالليل فجاه حسيت في مجياته بحاجه مختلفه. بايه يعني؟ حسيت ان هو جاي يتمم علينا، وانا بصراحه خايفه اتجوز عشان ياخد مني البنت. ياخد منك البنت ايه يا مريم؟ لا طبعا شيل الكلام ده من دماغك. هاي هاي ازيك يا احمد؟ سلمى صاحبتي. هاي احمد. نايس تو ميت يو. سيم هير. عامله ايه؟ كويس. طيب بعد اذنكم. اتفضل اتفضل. والله ظريف لطيف وكل حاجه، بس لما بشوف حاتم بحس ان انا مش هقدر اكون مع راجل غيره بصراحه. فاهمك قوي، انا كمان بحس بكده. بس لازم نحاول نعدي الاحساس ده يا مريم. لو سمحت مفيش ميه ساقعه؟ كله ساقع. لا مش كلهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دي كويسة؟ لا مش ساقعة أوي. دي كويسة؟ لا ما عندكش حاجة متلجة؟ التلاجة شغالة والله طول النهار، ما عنديش حاجة ساقعة من كده يعني. طب شوفي دي حضرتك؟ لا أنا قصدي حاجة تلج تلج. لا ما فيش عند حضرتك تلج تلج، ممكن ده أسقع حاجة. طب لو شفتلي جوه أوي ما بيبقوش متلجين؟ شوفي دي كده؟ لا مش ساقعة. لو سمحت بعد اذنك. ثانيه واحده اتفضلي. ماشي الحال. معلش عليا فكت 50 معاك؟ لا معيش للاسف. لو سمحت بس عشان التاكسي والنبي. لا والله ما معيش. اتفضلي يا ابني. مع انها مش ساعه قوي. اعمل لكم ايه يعني؟ عايز كم واحد؟
بقول لك يا عز. ايه يا حبيبتي؟ ما تشوفي لعلي شغلانه. علي بمنظره ده؟ اه يا هاني يا حبيبتي، البيسة بتجيب تفقير زي ما انت شايفة كده، ما بتجيبش شغل. لا بس اكيد ممكن تلاقي له حاجة، فكري له انت بس. حاضر. بح خد عزوز، جبتلك الواجب بتاع الزيارة بتاعت ابو عصام اللي جاي. جبتلك؟ جبنالك. تسلموا يا غاليين، هقول له ان الواجب ده منكم. منكم ايه؟ احنا هنحور على بعض ولا ايه؟ ده انا لسه هاخد منك تمنهم مقدم. ماشي، والتمن حاضر يا غالي. استنى سمين بالنص. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الشغل ده هنوش؟ احنا مش قدنا المصلحة دي مع بعض ولا ايه؟ جود. يلا عزم. يلا عزة دي حقها ناشف. جدع يا بنت، عجبتيني. عجبتك؟ ها امال المساواة في الظلم عدل، مش كده ولا ايه حبيبي؟ خد يا حبيبتي النص بتاعي كمان. لا يا روحي ده بتاعك. خد يا بنت يا جدع. لما اتطلقنا ليندا هي اللي اختارت ان هي تسيب جانا معايا هنا في مصر وتسافر لوحدها، يعني حست ان وجودها معايا هنا في مصر أأمن من وجودها معايا هناك في لندن لوحدها، يعني على اعتبار ان ماما واخواتي معايا وهي بتيجي كل شهر او شهرين تشوفها مرة. طب وجانا متفهمة الموضوع ده؟ يعني طبعا مامتها بتوحشها، بس بيني وبينك كده احسن، لان احنا لو كنا استمرينا مع بعض كانت هتطلع كارهه حياتها وعيشتها وكرهانا احنا الاثنين من كتر الخلافات اللي بيننا، لان بصراحه احنا الاثنين طلعنا اسوأ عيوبنا لبعض. طب ممكن اعرف ايه نوع الخلافات؟ يعني مش بالتفصيل طبعا يعني، بس احب اعرفها، جايز يكون انا عندي نفس العيوب. لا هي مش عيوب، وزي ما تقولي كده اختلاف في الثقافة، يعني في خلاف كتير قوي بينا في التفكير. هي ما عرفتش تطبع بطبعنا وانا ما قدرتش ابقى اطبعها. المهم بقى انا بقى ممكن اعرف انت وحاتم اتطلقتوا ليه؟ اعتقد ان احنا ما قدرناش نفهم بعض، جايز ده ما كانش باين واحنا في دبي. انت عارف برضو الغربة بتخليك مش على طبيعتك، بس أول لما رجعنا مصر اكتشفنا في بعض حاجات كتير وما عرفناش نتعامل معاها. بس طب ممكن أعرف حاجة واحدة من الحاجات دي؟ أكيد طبعا هبقولك عليها، بس خليها يوم تاني بلاش النهاردة. أوكي ده على الأقل كده ضمنت إن أنا أشوفك تاني. كملي أكل. أنا شبعت. إحنا عندنا البسكوتة بتاعتنا. الله هنيونيو، عايزه دي؟ طب تعالي تعالي نارين هتديكي واحده. هنروح؟ تعالي تروحي باي. انت عايزه تروحي باي؟ نارين. طب استني استني، تعالي تعالي. طب ليه زعلانه ليه؟ تعالي مريم. تعالي زعل. ازيك يا حاتم؟ الحمد لله. احمد حاتم. اهلا وسهلا. ابو فريده. واضح الشبه اللي بينك وبين فريده. مش عايزه عن اذنك. اتفضل. زرعت في صيف
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. باقي في حياتك حبيبتي، حياتك الباقي. خالك مات محشش يا علي، تفتكر هيخش النور؟ بعد الشر يا رضوى يعني، بس الله اعلم. على الاقل هو ميت وهو عامل دماغ. باقي في حياتك. شد حيلك يا أمي، شد حيلك. الشد على الله. بقينا من غير ظهر يا علي. ليه؟ ليه يا أمي الكلمة دي؟ وأنا رحت فين طيب؟ ربنا يديك طول العمر، بركة فيك. معلش. ماما، طنط فاطمة جت. طيب. على مهل، على مهل. دوم لله. ربنا يخليك. شد على الله. خلي بالك من ماما. ربنا يخليك يا بنت. شكرا. بص، انا الحياه اتقرصت جامد في جوازتي اللي فاتت. مش عشان حاتم وحش، بالعكس هو انسان كويس جدا، بس في حاجات حصلت لي في حياتي قبل ما اعرفه وانا ما قلتلوش عليها. فانا الحقيقه قلت مش عايزه اكرر الغلطه دي تاني، فقررت اني اقول لك. لو الحاجة دي كانت علاقة ليكي قبل الجواز، فأنا ممكن أتفهم حاجة زي كده. يعني أنا كنت عايش برا وطلقت إنجليزية. لا، هو الموضوع مش كده بس. يعني أمال إيه؟ أنا كنت مدمنة. مدمنة إيه؟ مخدرات، هيروين. بس أنا كنت مبطلة 9 سنين وانتكست من فترة قصيرة، بس فترة بسيطة يعني، ودلوقتي بقيت متعافية، بقيت كويسة.
مالك في ايه؟ شكلك كده جايه من عزا مش من ديت، حصل ايه؟ قلت له؟ قلت له. وعمل ايه؟ فضل يبحلق فيا شويه كده، وبعد كده قعد يكلمني في موضوع تاني خالص كاني ما اتكلمتش ولا قلت له اي حاجه. بس كده؟ لا، جه روحني لحد هنا ومشي. جايز محتاج بس شويه وقت يستوعب الموضوع. جايز، كل شيء جايز. عموما يا مريم انت عملتي الصح، كان لازم تقولي له. اديني قلت. هو بقى لو ما قدرش يفهم ويقبلك زي ما انت يبقى قلته احسن، والا والله هتلاقي نفسك بتعيدي نفس حكايتك مع حاتم تاني. هو جابنا سيره القط. حاتم. الو. الو، ازيك يا حاتم؟ الحمد لله. ازيك يا مريم؟ انا الحمد لله كويسه. انا مسافر بكره شرم الشيخ وكنت عايز اخد فريده معايا. بكره بكره يعني؟ اه، السفريه كانت فجاه ودي هتبقى الفرصه الوحيده اللي ممكن اقضي فيها وقت طويل مع فريده. بس شرم الشيخ دي بعيده قوي، هو انت هتاخدها قد ايه؟ يعني 3 4 ايام. 3 4 ايام؟ آه. طب انت هتعرف تتصرف؟ ما تقلقيش يا مريم. طيب بص، عدي خدها بعد الحضانه بكره، اصل هي عندها حفله ولازم تحضرها، وانا هجيب شنطتها على هناك. اتفقنا، هعدي اخدها من الحضانه. مع السلامه. مع السلامه. عايز ياخد فريدة 3-4 ايام شرم الشيخ. طب وفيها ايه؟ حقه، وبعدين حق فريدة عليه كمان. يا ستي انا عارفه، انا عارفه ان حقه، بس انا من ساعه ما اتولدت عمري ما سبتها اكتر من ساعه الحضانه. حبيبتي لازم تتعودي انك تبعدي عنها شويه واحده واحده، يعني باباها لازم يشوفها اكتر من كده. انا بصراحه شايفه ان يعني الخطوه دي اتاخرت شويه. انا كنت حرمتها منه يا سلمى. لا مش قصدي كده، بس فكرة انها تروح تشوفه ساعة ولا ساعتين ده مش كفاية، لازم تقضي معاه وقت اكتر وتزوره اكتر، يعني ده مهم ليها. خلاص يا ستي خلاص، اهو هياخدها شرم الشيخ 3-4 ايام، عايزة ايه اكتر من كده؟ وانا هقعد هنا لوحدي. خلاص بقى ما تتزربنيش كده. اهي فرصة بقى، هعمل بروجرام هايل، بكرة عدي عليا بعد ما اخلص شغل اخدك بقى نروح نعمل مساج. نطلع على الكوافير نعمل ماسكات. النبي انتي رايقة والله العظيم. اه والله، نعمل شوية كده ماسكات وحركات وبعدين نروح السينما وميد نايت كمان. يو، هو انتوا ما وراكمش غيري؟ افتح الباب، انت بتعمل ايه؟ افتح الباب، افتح 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 الباب، افتح الباب.